كالسلفية أقسام كالجهادية وغيرها. السلفية أخواننا هي ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قال الشيخ رسلان، قال السلفية لا تقبل الإضافة، ما بتقبل. السلفية الجهادية، السلفية العلمية، السلفية السرورية، السلفية الكذا. الإضافة دي معناها ما سلفية ذاته. سلفية هي ما كان عليه السلف الصالح، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والقرون المفضلة ومن تبعهم من العلماء، هؤلاء هم السلف الصالح. والسلف من سبق من الآباء والأجداد، فديل هم السلف الصالح. أما كل إضافة ديل مبتدع. سلفية جهادية داعش وناس عبد الحي يوسف وسيد قطب ومين ومين ومين، ديل كلهم على ضلال وعلى باطل، ونحن بنكلمك بأدلة وبكتب. كل الكلام ده بكتب، عرفتها؟ ما أعرف ليك مين أنصار سنة، جمعية كتاب وسنة، ديل كلهم على ضلال وعلى باطل، إحنا ما منتمين لهم ولا بنعرف.